يبدو أن النقطة الأساسية التي يلين فيها الاحتلال الإسرائيلي هي الإفراج عن الأسرى الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين. نتحدث هنا عن كبار الأسرى الفلسطينيين، ونتحدث عن أسرى المؤبدات الذين تحفظ خلال السنوات الماضية عن الإفراج عنهم، لكن أيضا مقابل وقف طويل لإطلاق النار. وهنا النقطة الإشكالية، لا نتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار، إنما نتحدث عن وقف طويل، والفرق بينهما طويل. الجيش الإسرائيلي بحسب هيئة البث الرسمية يعارض هذا الأمر، يقول إنه يريد العودة لشن حرب على قطاع غزة، لكن أيضا يمكن الافتراض أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية سترفض الاتفاق في حال تم التوصل إلى اتفاق. هي لا تعتقد أن ثمن الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وهي أكبر نقطة قوة بأيدي فصائل المقاومة سيكون مقابل وقف طويل لإطلاق النار أو هدنة طويلة، وليس وقف دائم لإطلاق النار أو حتى حصانة لعدم اغتيال قادات المقاومة. لا تزال الاتصالات أولية، لم تعرض بعد لا على الحكومة الإسرائيلية ولا على الكابينت السياسي الإسرائيلي الذي يجتمع في وقت لاحق اليوم، ولم تصل بعد إلى مستوى الضغوط من الإدارة الأمريكية. الموقف الأمريكي في هذا السياق مهم، يبدو أن الضغوط الأمريكية تزداد بشكل كبير جدا. رأينا في الأسابيع الماضية حديثا أمريكيا عن أن الضغوط الأمريكية ستزداد بين عيد الشكر وبين عيد الميلاد، ويبدو أن هذا ما يحدث. بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية اليوم، فالولايات المتحدة ترغب من إسرائيل أن تكون خطتها العسكرية للحرب جنوبي قطاع غزة أكثر تحديدا من الحرب في مناطق الشمال، وعدم استهداف المدنيين في القطاع، بالإضافة لعدم استهداف المنازل وعدم استهداف المدارس والملاجئ الأونروا، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة. بلينكين سيزور إسرائيل يوم الخميس المقبل، سيحمل معه على الأرجح تمديد التهدئة ليومين أو ثلاثة أيام إضافية، لكن ما يشغل الولايات المتحدة بالأساس هو استمرار الحرب لاحقا، ومن ثم الحديث عن تهدئة أو عن صفقة شاملة تشمل عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وما إلى ذلك من أمور تجري مشاورتها. ديما، وفي إطار الدفعة الخامسة أحمد، يعني كان لافتا وجود يعني أسيرات فلسطينيات وأسرى فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، كيف تم التعاطي مع هذا إسرائيليا، سواء على مستوى رسمي من ناحية التصريحات أو على مستوى الجدل حول هذه النقطة وما أثرته من جدل؟ صحيح، أثير جدل كبير في إسرائيل، لكن أيضا أثير جدل كبير عند العرب داخل الخط الأخضر مواطني إسرائيل. نبدأ من الجدل من إسرائيل. كان هناك غضب لشمول أسرى من داخل الخط الأخضر، أي أنهم يحملون المواطنة الإسرائيلية وهم مواطنون إسرائيليون في صفقة تبادل أسرى مع حماس. إسرائيل خلال السنوات الأخيرة تبدي تحفظ على هذا الأمور بخلاف سنوات الثمانينيات وبعدها، عندما كانت تدرج أسرى من الداخل في صفقات تبادل أسرى، تعتبر أن إمكانية إفراج عن هؤلاء الأسرى يعطي لحركة حماس رعاية على مواطنين داخل إسرائيل. ارتفعت أصوات غاضبة، لكن أيضا ارتفعت تحذيرات من داخل الخط الأخضر، تحديدا من جمعيات حقوقية ومن مركز عدالة الحقوقي، أبرز المراكز الحقوقية داخل الخط الأخضر وله سمعة دولية. التحذير هو أن من سيفرج عنهم داخل الخط الأخضر لم يدانوا بعد، لم يصلوا في المسار القضائي إلى أمور تدينهم بناء على ما كتبوه على مواصل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يفضلون الاستمرار في المسار القضائي، لأنه على الأغلب سيتم تبرئة هؤلاء المفرج عنهم، وبدلا عن إفراج عن أشخاص قد تتم تبرئتهم أو على الأغلب ستتم تبرئتهم في نهاية المسار القضائي أو فرض عقوبات مخففة عنهم، الأفضل إدراج أسماء من داخل الضفة الغربية أو من مدينة القدس لأسرى أدينوا فعلا ويقضون محكوميات طويلة. إذن هذا الأمر يجري التحذير منه من داخل الخط الأخضر نظرا للتبعات القضائية وللتبعات السياسية، ولكن أيضا لتفضيل أسرى الضفة الغربية ومدينة القدس في هذا الأمر. حساسيات مرتفعة جدا تتعلق بالمواطنة الإسرائيلية التي يحملها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر بطبيعة الحال. ديمة.